صباح الخير مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وحلقة جديدة من برنامج رؤية. في الحقيقة النهاردة موضوعاتنا هتكون مميزة جدا ومهمة جدا لمعظم الشباب أو تقريبا لكل الشباب. هيكون معانا في أولى فقراتنا هنتكلم فيها عن الشعر وعن قصائد شعرية، وهتكون بعنوان بداية طريقة. أما في الفقرة الثانية هيكون معانا لقاء فريد من نوعه مع قامة من منسقين كتلة ائتلاف القاهرة لعلاج الإدمان بالمجان. خلونا نبدأ أولى فقراتنا مع موهوبنا. برحب بيكو. هتعرفنا بقى بنفسك. أنا اسمي حسين محمد عبدو من محافظة البهارة. أهلا. وابتديت مشواري وكتبت الشعر بقالي 7 سنين لحد ما ربنا كرمني بالفوز بسمعان، طبعا هو اللي قدر يوصلني ان اكون مع حضرتك النهارده. اهلا بيك. بدات امتى بقى معاك موضوع الشعر او ازاي اكتشفت الموهبه؟ والله حضرتك هي بدات تقريبا بسبب واحده، يعني كانت علاقه عاطفيه وانتهت، فلقيت نفسي وانا قاعد مع نفسي كده حابب ان انا كتبت اللي جوايا طلعت خواطر يعني. ايوه زي خواطر. تمام. فابتديت في موضوع الكتابه دوت لحد ما ربنا كرمني وبقيت يعني متمكن فيه شويه. تمام. والنهارده مع حضرتك يعني ان شاء الله نبدا حاجه كويسه. ان شاء الله. عرفنا بقى بنفسك وعرف المشاهدين بيك. انا اسمي سامح رأفت محمود، بكالوريوس خدمه اجتماعيه وبشتغل شيف، لكن اكتشفت ان انا عندي موهبه في انت اللي اكتشفتها ولا انا اللي اكتشفتها بنفسي من 15 سنه بالظبط. تمام. في الشعر الغنائي بالذات، وده لاني كنت بسمع اغاني من صغري الاستاذ هاني شاكر والجيل دوت كله. بس يعني بتغني ولا بس بتكتب اشعار؟ لا بكتب شعر غنائي بس. تمام. يعني تقدر تكتب اغنيه وتقدمها للناس؟ واقدمها وممكن اساعد في تلحينها طيب خلينا بقى النهارده نسمع اول قصيده منك. قصيده اقدم قصيده لحضرتك بعنوان حبيبتي اجمل شيء في الكون. تهديها لحد؟ يعني كنت كاتبها عن واحده يعني عن علاقه انتهت معايا، فبقدم فيها ان انا بقدمها فيها ووصفها فيها بكل اللي انا شايفه فيها حلو، فعلى قد ما قدرت كتبت فيها. طيب سمعنا كده. حاضر. هنسيب الحكم للجمهور علشان بس ما يبقى ما حدش يزعل مننا. لا حاضر. اتفضل. حبيبتي اجمل شيء في الكون، بعشق تفاصيلك، خدودك بلون الورد، كفوفك ببان السعد، مشتاق لك سنين في البعد وعايز احكي لك واقول لك قد ايه مشتاق لك في الغياب، ده الوجود من غير وجودك بيبقى اصعب من العذاب، واما بسها في لون عيونك بنسى شيء اسمه العتاب، والحياه دي موت بدونك ما انت نبضي في الحياه، لسه بحلم كل ليله، لسه بحلم كل ليله ان اشوفك بين ايديا، نبني عش ونبقى عيله، ابقى ليكي وتبقي ليا، دي الحياه جنبك جميله وانت فيها نور عينيا، واللي اكبر من الجميله لما تملي الكون عليا، عمري ما انسى يوم لقانا، عمري ما انسى يوم لقانا لما قلبي دق ليكي، لما كل حاجه فيا حسيت بيها بتناديكي، ده انت اجمل من الجمال والحنان كله في عينيكي، واني ابعد شيء محال اصل روحي دايبه فيكي، هم قالوا الصبر طيب، هم قالوا الصبر طيب، عشت بصبر بالسنين، قلبي دايما كان قريب ليكي مليان بالحنين، لسه فاكر كل حاجه، ايوه لسه ما نسيتكيش، حبي ليكي مش سذاجه اصلك انت ما تتنسيش، فاكر لما كنا نسهر نحكي دايما بالسعاد، واما عيوننا كانت بتسهر قبل نومنا في حكايات، لما فجاه كنا نسكت بعد نضحك على السكات، واما فيكي كنت افكر قلبي يشتاق للي فات، ايوه فاكر احلى ضحكه قلبي بيها كان بيفرح، والعيون دي لما تلمع عقلي كان بيتوه ويسرح، الشعر في عيونك قصايد، الشعر في عيونك قصايد، بحر فايض من الكلام، فيكي إنا انت جنة في وجودك بتخف الألام، حلوة في سكوتك لحن صوتك عاوز 100 كمان، قلبي مجنونك روحي دي في كونك حاسة بالأمان، وأنا قلبي في العشق مجنون والغير قلبك عمره ما يكون، ومهما قابل واشوف في حياتي هتفضلي يا حبيبتي أجمل شيء في الكون. ما شاء الله. برافو عليك. برافو.
ما حاولتش تدرس لغة؟ حضرتك عارف طبعا انه الشعر دايما بيبقى محتاج انك تقرأ كويس و... والله حضرتك انا عشان بحكم برضو يعني ظروفي وشغلي وكده، وانا مخلص تعليم طبعا معايا دبلوم، فكل اللي قدرت عليه بتصفح مثلا وبثقف نفسي من على المواقع الاجتماعية، لكن ما فكرتش اقرا قصص، تقرأ؟ اقرا روايات. تمام. عادي، ما هو في نفس مجال القراءة يعني مهمة جدا للشعر. بقرا قصص قديمة، قصص مثلا في مواعظ، روايات كويسة، حاجة برضو يعني تنقع عقل الواحد شوية. تمام. طيب هتسمعنا ايه بقى النهاردة؟ انا بكتب طبعا، كاتب كذا حاجة، فسمعك النهاردة اغنية اسمها كنت فين. تمام، اتفضل. بقول كنت فين قبل الزمان ما يجيلي شايل جرحه ليا، كنت فين قبل الليالي ما تقسي قلبي وتلعب بيا، كنت فين وسط البشر ولا انت جاية من القمر، كنت فين. زمان زمان أمنت وعدت صمت، كانت الخيانة مكافئتي، إحساس مرير عشت فيه كانت النهاية دمعتي. كنت فين قبل النهاردة، كنت فين قبل ما أشرب من العذاب ده، كنت فين. والنهاردة النهاردة جاي زماني، جاي بينده قلبي تاني، جاي لي بيكي بشوق مليكي، جاي وناوي صالحني بيكي، جاي يقولي خلاص سامحني وانسى اي جرح فات، من النهاردة حب وافرح وانسى كل الذكريات. كنت فين قبل النهاردة؟ ما شاء الله. كنت فين؟ ما حاولتش تكتب حاجة عن حب مصر أو حاجة في مصر؟ والله ساعة الثورة كنت بكتب كذا حاجة، حاولت اكتب كتير طبعا، بس طبعا برضو كان انشغالي في الشغل منعني ان انا اكمل. يعني. بس كتبت كذا حاجه موجوده بس ما كملتهاش، يعني يا دوبك مجرد كوبليه اولاني يعني بكتبه وبسكت على كده. لكن ما تخصصتوش في الموضوع قوي او درستوه او؟ لا انا والله بعد ما خلصت دراسه برضو اشتغلت في مجال السياحه وبعدين بقيت موهبه بس، يعني بقيت موهبه. ما كانش في باب اقدر امشي فيه، فبالتالي سكت بقى، فبقيت احاول من بعيد لبعيد لحد ما لقيت برضو الاستاذ اسامه برضو من فتره، من سنتين تقريبا انا اعرف الاستاذ اسامه، ساعدني ان اكون مع حضرتك النهارده وان اقدم نفسي للناس، ويا رب تكون بدايه خير يعني ان شاء الله باذن الله. ربنا طيب يخليك. قول لنا بقى كلمه لشبابنا، علشان انت كشخص موهوب اللي شايف نفسه يعمل ايه والخطوات اللي يقوم بها ايه الفتره دي؟ كلمه بس سريعه بالنسبه سريع. لمجال الشعر حضرتك ولا المجال لو واحد عنده موهبه؟ لا يعني موهبه الشعر، احنا بنتكلم في الشعر دلوقتي. والله اللي اقدر اقوله لاي شاب زيي يعني عنده موهبه الشعر وحاسس انه عنده الموهبه، ما يدفنش الموهبه جواه، لان انا كان الموضوع ده معايا بقاله 7 سنين، موضوع ان انا بكتب شعر ده، فكنتش بهتم خالص ولا كنت بحط في دماغي، يعني كل ما اقول اخر اسمعها لاصحابي لاصدقائي. تمام. لكن ان هي توصل للناس وان يجي في دماغي ان انا في يوم من الايام ممكن اوصل لبرنامج زي حضرتك كان النهارده وبدايه تحقيق حلمي، ان شاء الله سوقه يوصل باذن الله، ويعني وظفوه في المكان الصحيح بتاعه ان شاء الله. بس يعني لازم تنمي برضو الموضوع شويه بالدراسه علشان تبقى ماشي في طريقك صحيح. ايوه انا بفكر في الموضوع ده حضرتك وبعمل عليه برضه، فاللي اقدر اقوله للشاب اللي زي، لو في شاب زي عنده موهبه زي كده يعني ما يستناش، لازم الواحد يفحر عشان يوصل لحلمه. تمام. انا بشكر حضراتكم جدا ونورتوني، وان شاء الله ناس كتير النهارده بتشوفنا وهم كمان اللي هيشجعوكم ما يسمعوا الاشعار بتاعتكم باذن الله. خلصت فقرتنا النهارده، ولكن حلقتنا لسه ما خلصتش، انتظرونا بعد الفاصل.